وجه وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولي ابتداء من الأحد الثالث من يناير الجاري، وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات التي استهدفت المطار الأربعاء الماضي والذي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى. جهود كبيرة بذلها أعضاء الحكومة والسلطة المحلية بالعاصمة عدن لإعادة تشغيل وعودة الحركة الملاحية لمطار عدن الدولي بعد الهجوم الإرهابي لدى وصول رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين. وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد وجه خلال زيارته للمطار لتفقد عملية تأهيله وإزالة الأضرار التي لحقت به جراء الهجوم الإرهابي الغادر، وجه بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولي ابتداء من الأحد الثالث من يناير الجاري. وأشاد الوزير حميد بالجهود التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار والبرنامج السعودي للتنمية والإعمار في تجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات التي استهدفت المطار في وقت قياسي. هذا وكان اجتماع عقد الخميس الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أقر إعداد ملف متكامل بالهجوم على مطار عدن وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وتأتي عودة الحركة الملاحية لمطار عدن بعد قيام البرنامج السعودي للتنمية والإعمار بنشر فريق عمله والمتضمن استشاريين ومقاولين وخبراء فنيين بإصلاح المناطق المتأثرة في مطار عدن من بنى تحتية وأعمال كهربائية وميكانيكية وصحية لإعادة تشغيل المطار دعما لقطاع النقل. وتأتي هذه الجهود بالتنسيق مع الحكومة والسلطة المحلية وإدارة مطار عدن الدولي خلال 24 ساعة من حدوث الاعتداء في المطار على تقييم الأضرار تمهيدا لإصلاحها بشكل عاجل لإعادة تشغيله وتنفيذ مشروع إعادة تأهيله ليتوافق مع المواصفات الدولية.